يا اهلا بيكم من جديد. فتره الامتحان واللي بتمثل بطبيعه الحال ضغط نفسي على اولياء الامور والطلبه حتى المدرسين والعاملين في القطاع التعليمي. فتره الامتحانات دي بتبقى فتره عصيبه على الكل. طالب عايز ربنا يكرمه يعدي يجيب نتيجه يروح للسنه اللي بعدها او يجيب مجموع يدخله الكليه اللي بيحلم بيها. اولياء الامور في ضغط يعني دائم من أجل توفير البيئة والمراجعات النهائية والدروس لأولادهم عشان يقدروا يبنوا مستقبلهم. أما العملية التعليمية المهترئة في بلدنا، نقص عدد المراقبين، نقص عدد الفصول، نقص نقص نقص، فبتبقى الفترة بتاعت الامتحانات دي فترة مضغوطة على جميع الأصعدة. طبعا بنتمنى النجاح لأولادنا وبناتنا وإخواتنا طلبة وطالبات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوي، لكن إن في ظل ضغط الامتحان تتعرض المدارس للبلطجة واقتحام وسرقة من بعض البلطجية، ده اللي جديد في بلدنا وده اللي حدث تحديدا في مدرسة أحمد بهجت بالهرم، المدرسة التابعة لجنوب الجيزة تحديدا في منطقة كفر الجبل بالهرم، ودي مدرسة متميزة لغات. اقتحمها مجموعة من البلطجية خلال اليومين اللي فاتوا، اعتادوا على الطلبة، على المدرسين، على مدير المدرسة، على العاملين، كسروا كمان بعض العربيات بتاعت أولياء الأمور اللي واقفة قدام المدرسة وسرقوا محتوياتها ومقتنياتها. الخبر بيقول بلطجة واعتداءات وسرقة، تحقيقات موسعة في اقتحام مدرسة لغات بالهرم. السبب حسب ما قال بعض الشهود من العاملين بالمدرسة لمجموعة من الصبية حسب ما وصفهم، يعني مش ناس كبيرة، ولاد ما بين ال 15 وال 18 وال 19 سنة، اعتادوا يقفوا قدام المدرسة. بيقفوا ليه قدام المدرسة؟ قال لك بيعاكسوا بنات، من الآخر يعني عشان ما نفضلش نقول بلطجة واعتداءات، لا، العيال كانت واقفة تعاكس بنات مستنية طالبات الإعدادي وطالبات ثانوي يطلعوا من الامتحانات عشان يعاكسوهم. يعني هو في الواقع او في الحقيقه انا مش شايف او مش قادر افهم لسيكولوجيه عقل الشاب او الولد اللي بيقف يعاكس بنت. وبالمناسبه موضوع معاكسه البنات ده مش موجود غير في بلدنا، انك تقف تعدي عليك واحده تقول لها يا حلوه، يا اللي مش عارف رجليكي عامله ازاي، يا اللي ايديكي عامله ازاي، مش فاهم مدى الاستفاده. انت لا عرفتها وتعرفت عليها مثلا وعرفت هي مين، ولا وقفت بأدب واحترام، انت قلت كلمتين ضايقت نفسك وضايقت البنت اللي معدية وهزقت نفسك وعرضت نفسك بعد كده لرد فعل ربما يكون مبالغ فيه او ربما يكون يتماشى مع حجم الجريمة بتاعتك. ده اللي حصل. الاولاد واقفين بيعاكسوا بنات، طلاب المدرسة ما عجبهمش، امشي ياد من هنا، لا مش همشي، اتخانقوا مع الولاد وبعد كده قرروا البلطجية يدخلوا جوه المدرسة عشان يأدبوا باقي الطلبة. وقف قدامهم المدرسين ضربوهم، العمال اتضربوا، تم الاعتداء على مدير المدرسة، وفي السكة بقى مفيش حكومة فقرروا تكسير العربيات ومنها عربية لأحد أولياء الأمور. نتابع هذا الفيديو للحظة الاعتداء على مدرسة أحمد بهجت بالهرم. مشهد غريب، العيال زي ما انت شايف كده قالعين هدومهم، واللي لابس سلسله واللي ماسك في ايده سنجه واللي داخل بمطوه بتاع الطويل ده نبوت، وقال لك نطوا من فوق الباب. طب فين امن المدرسه وانت مدرسه خاصه المفروض بتتقاضى مبلغ ادي قده او الشيء الفلاني؟ فين الامن المجتمعي؟ فين امن البلد؟ فين الحكومه؟ فين اي حاجه؟ المشهد ده كان يوم الثلاث اللي فات والاربع اللي فات، طلبه بتمتحن، اولياء الامور حاطين ايديهم على قلبهم، الدنيا مشدوده والبهوات واقفين بيعاكسوا بنات قدام المدارس. مش هنقول مين يتحمل المسؤوليه،
لان دي مسؤوليه تضامنيه بطبيعه الحال، مش وزاره التعليم لوحدها ولا وزاره الداخليه لوحدها ولا حتى المجتمع، دي افرازات عمليه تغيير لقناعات مجتمع من سنه 1970 تقريبا. ايضا احنا البلد الوحيده اللي بتعمل اعمال فنيه عشان تنمي سلوك البلطجه داخل المدارس، ده بدا سنه 1970 بمسرحيه مدرسه المشاغبين، واللي ظهر بقى فيها عادل امام وسعيد صالح ومش عارف مين بيهزقوا الناظر اللي كان وقتها الفنان حسن مصطفى، بيهزقوا كمان المدرس اللي كان بيقوم بيه دوره الفنان عبد الله فرغلي. 73 يعني بعد 3 سنين عملنا فيلم بنفس الاسم اللي هو فيلم مدرسة المشاغبين، والمرة دي سمير غانم المدرس اللي كانت الكرافتة بتاعته بتقف وكان مختل ومجنون وبيتهزق وبينسى، ده واقع بقى. بص كده على المدرس في الأعمال الفنية على مدار 60-70 سنة اللي فاتت، تلاقي دايما المدرس بيطلع إما متبهدل في نفسه وفي هدومه، أو سمعته مش تمام، أو شخصيته مش تمام، ما فهمش ليه يعني. تحس إن بعض القائمين على الدراما في بلدنا بيتعمدوا إهانة المدرس، ده بالإضافة بقى لتلميع شخصية البلطجي. كلمت حضراتكم أكتر من مرة في الموضوع ده، تلميع البلطجي وإظهاره على إنه الواد الحليوة العترة اللي البنات بتحبه اللي الناس بتحبه اللي ابن البلد الجدع، رغم إن هو بلطجي، ممكن يكون قتال قتلة، ممكن يكون تاجر مخدرات، لكن الناس كلها بتحبه. وينقلك بقى كده في كل مسلسل البلطجي هو اجدع فنان، اللي هو الجاني يعني. احمد السقا في العتاوله بلطجي وبيكسر خزن، ورغم كده الجان والبنات بتتخانق عليه. مش عارف محمد عادل امام في المسلسل الاخير بتاع رمضان ده ايضا يطلع الجان والبنات بتتخانق عليه والبنات بتحبه، رغم ان هو بلطجي وقتل قتله وحرامي وبتاع هيروين. كل الكلام ده رسخ لما يسمى القوى الناعمة. فبقى عندنا نموذج البلطجي اللي بيقلع هدومه لما يتخانق زي ما شفت الطلبة كده في المدرسة، واللي لابس السلسلة إياها اللي بتلمع اللي مدلدلة، والخاتم قد كده في إيده وحالق مش عارف إزاي وعاوج بقه لحد ودنه، ده كده النموذج اللي بتقدمه الدراما في بلد. طبيعي الجيل الصغير أو الأطفال لما يشوفوا البلطجي بيتم تلميعه بالشكل ده هيبدأوا ياخدوه قدوة. اللي حصل في مدرسة أحمد بهجت ده مش النموذج الوحيد. عندنا هذا المنشور من أحد الجروبات الخاصة بأولياء الأمور للمدرسة التوفيقية لغات. مجدي علي أحد أولياء الأمور بيقول إن يوم الأربع اللي فات أو الأربع اللي قبل اللي فات الموافق 24 أبريل قام أسامة فتحي، ده أحد الأشخاص باصطحاب فرقة من البلطجية واقتحم مدرسة التوفيقية للغات التابعة لإدارة الزيتون في القاهرة، وبعت رسالة صوتية على جروب الواتس لأولياء الأمور ما تخلوش حد يجي أو ما تخلوش ولادكو ييجوا، فأثار الفزع وترويع الأهالي والطلبة خوفا على أولادهم وأرواحهم، واللي أدى لانقسام أولياء الأمور. البعض غاب والبعض ودى أولاده عشان خاطر الامتحانات، والبعض ترجى إدارة المدرسة تأجيل الامتحان خوفا على أولاده. أنا مش فاهم كينونة أو طبيعة هذا الشخص المسمى أسامة فتحي، لكن الرسالة دي وصلتنا من أحد جروبات أولياء الأمور إن في شخص اسمه أسامة فتحي بغض النظر هو مين، ولي أمر مدرس مسؤول اقتحم المدرسة التوفيقية ومعاه بلطجية في وقت الامتحان، وبعت كمان رسالة لأولياء الأمور يقول لهم ما تبعتوش ولادكم عشان بكرة هنعمل مذبحة في المدرسة. البعض قعد ولاده، البعض بعت ولاده لان احنا في فترة الامتحانات. اولياء الامور ترجوا ادارة المدرسة انها تأجل الامتحانات، وراحوا عملوا محضر زي ما بيقول باقي المنشور في اسم الزيتون، لكن لم يتحرك احد. حط لي المنشور تاني يا ضياء، لان في اخر سطر شوف كده قالك كل هذا بمساعدة لواء شرطة سابق، والغريب ان اولياء الامور ذهبوا لاسم الزيتون لتحرير محضر بما حدث. ده ايضا بيفتح الموضوع، هل البلطجه بقت قرينه العمليه التعليميه في بلدنا؟ زمان كنا بنشوف البلطجه في الشارع في بعض المؤسسات الخاصه والحكوميه، لكن تصل البلطجه للمدارس، ولاد يقتحموا مدرسه امبارح واول امبارح يضربوا الطلبه والمدرسين والمديرين ويكسروا العربيات،
ولي امر او ايا كان ماهيته بمساعده لواء شرطه سابق يقتحم المدرسه ويعتدي عليها. فالخبر بيقول لك ضرب وسحل واسلحه بيضه، المدارس تتحول لمراكز للبلطجه. وده بقى دور الدراما اللي للاسف بتشكل وعي الشعوب، وللاسف اصبحت مشاهد الضرب والسحل موجوده عادي في الشارع، عادي جدا انك تلاقي سواق بيتخانق مع مواطن فينزل يسحله ويديله العلقه التمام، عادي سياده امين الشرطه مش عاجبه شكلك فيهزقك قدام مراتك قدام ولادك قدام الناس كلها لمجرد ان شكلك مش عاجبه. مدرس بيهزق طالب وطالب بيهزق مدرس، ولي امر بيعتدي على مدرسه، ولي امر بيعتدي على طلبه، وطلبه بيعتدوا على مدرسه، وبلطجيه بيعتدوا على مدرسه. ده ملخص العمليه التعليميه في بلدنا خلال الكام سنه اللي فاتت. ده فيديو بقى من داخل مدرسه دوليه وعركه حرب شوارع كده، اللي هو ايه، معركه بابجي ما بين الطلبه والمدرسين جوه مبنى المدرسة. متابع المشهد من اخر من داخل احد طرقات احد المباني في مدرسه دوليه في القاهره، وبنتحفظ على ذكر اسمها. البلطجه او المعركه دي استمرت لحد ما جت الشرطه حسب كلام الطلبه واولياء الامور، فكت الخناقه ما بين الطلبه وما بين المدرس. وهنا انا بسال سؤال يمكن بيساله كتير من اولياء الامور، هو ليه قيمة المدرس انخفضت في نظر الطلبة؟ أنا فاكر زمان والله كنا نلعب كرة في الشارع فيعدي المدرس نستخبى كلنا، قال يعني هو لما يلاقينا بنلعب كرة هيقول ده أنتوا ما بتذاكروش تاني يوم هيجي عاقبنا. وأنا في ابتدائي أو أنا في إعدادي كنا نلعب ونستخبى من المدرس، كنا نبقى في منتهى البهجة والثورة ساعة ما يخش المدرس كل واحد يقعد زي التختة اللي قاعد عليه. الحمد لله اتعلمنا ونجحنا، دخلنا كليات قمة وخرجنا، ولحد النهاردة بتربطنا علاقات إما بالمدرسين في ابتدائي أو إعدادي أو حتى ثانوي. لكن إن طالب يضرب المدرس بتاعه جوه المدرسة، ده يبقى فيه خلل في العملية التعليمية. طب أنا هتعلم إزاي بعد كده؟ أو ابني أو المدرس ده هيدخل الفصل يعلم الطالب إزاي اللي كان امبارح بيضربه بالقلم؟ لكن في كلمة ويمكن اتقالت على سبيل السخرية في فيلم رمضان أبو العالمين حمودة ده بتاع محمد هنيدي، لما قال إن المدرس لما يدخل البيت ويتحط له طبق الكحك وياكل مش عارف الجاتوه ويشرب العصير، بعد كده ما يبقالهوش عين، لا يؤمر الطالب ولا يقول له اعمل وما تعملش. ليه؟ ما انت الطالب اللي قدامه ده بعد ساعة انت هتبقى عنده في البيت ومدد ايدك لوالده ووالدته بتقول هات فلوس الحصة، وقاعد بقى مستني حتة الجاتوه ومستني مش عارف الكيكة. انا مش بلوم على المدرس بالمناسبة، ده اللوم بيكون على الحكومة اللي وصلت المدرس عشان يعيش لازم يدي درس خصوصي ويشيل شنطته على كتفه يخبط على البيوت. زمان زمان كان طالب العلم يروح ينام قدام بيت المدرس بتاعه او قدام شيخه او قدام العالم باليوم والاتنين لحد ما يفتح له كده يديله معلومة. دلوقتي المدرس بيخبط على بيت الطالب ويقعد كمان ساعة واتنين يستناه لحد ما يبقى فاضي، واحيانا الطالب يكون بيلعب كورة او مش عارف ايه والمدرس قاعد مستنيه. نتيجة على الرغم يعني دي محاولات مضنية من الحكومة مشكورة، يعني قال لك لمحاربة البلطجة في المدارس فصل نهائي لأي طالب يرتكب وقائع عنف وتخريب. وإن كانت عقوبة صارمة ولم يعني لم تقضي على الظاهرة، والقانون ده صدر من سنتين زي ما بيقول إبراهيم، لأني شايفه قانون أيضا في السكة الخطأ. يعني إيه طالب في مرحلة تعليم ما
يعني لسه في تكوين شخصيته، شاف الحكومة بتعمل لنا أفلام ومسلسلات عن البلطجة فقرر يقلد، فتقوم تفصله ترميه في الشارع تقول له لا والله انت كنت في سنة أولى بلطجة عندي في المدرسة، اطلع بقى اتعلم بقى وخد ماجستير ودكتوراه في البلطجة. لو يعني انت الحل انك تعيد للمدرس هيبته، وده عايز وقت يعني مش سنة ولا اتنين، تقلل عدد الطلبة في المدارس، تحاول تدخل مواد تعليمية لتهذيب و يعني تعديل السلوكيات لدى الطلبة والطالبات، لأن الحوادث دي بتنذر بكارثة، خطر على التعليم ومستقبل البلد والمواطن للأسف. أنا هاخد فاصل واروح أزور محافظة اسكندرية، طبعا يا بخت أهل اسكندرية باللي بيعملوه، وربنا كده يجعله في ميزان حسناتهم، واللي بيبعتوا سلام لغزة زي ما حضراتكم شفتوا. نروح لاسكندرية لكن المرة دي وواحد من مصانع الموت اللي تم اكتشافه في اسكندرية خلال الفترة اللي فاتت.